السلام الله عليكم، تحياتي لكم. رد على سؤال من متابعة عزيزة من سوريا بخصوص ابنها البالغ من العمر 21 سنة ويدرس في كلية الطب عشان يتخرج ويصير دكتور وينفع هالناس. والشاب هذا بيعاني من مرض الثعلبي. مرض الثعلبي اللي هو باختصار مرض مناعي مزمن بروجريسيف، يعني بصير يتطور ويزيد مع المدة. هذا المرض العلاجات تاعته طبعا الدوائية، كثير من الأحيان ما في علاجات دوائية لأنه بحاجة لعلاج مستمر. ينتج زي كل الأمراض المناعية بأسباب مش معروفة، بس السبب الرئيسي اللي بيحدث الثعلبي اللي هو الضغط النفسي، اللي هو الحالة النفسية الصعبة، اللي هو عدم النوم، اللي هو ضعف الجهاز المناعي يصير يضرب نفسه. والأعراض تاعت الثعلبي بتيجي على شكل أعراض داخلية طبعا احنا ما بنشعر فيها، من ألم وإرهاق وآلام حادة ومشاكل في القولون، بس الأعراض الظاهرة بتكون على شكل حبيبات حمراء أو احتقانات أو أكزيما على مشكلة الجلد، فروة الرأس، وهذا بيؤدي لسقوط الشعر لأنه الشعر هي العنصر الضعيف جدا والحساس في الجسم. فأي حالة مرضية بنلاحظ الأعراض بتيجي على الشعر. ومعناته إذا بنحكي لكم الأخت الكريمة من سوريا، هاي سبب كبير إنه من ضغط نفسي، زائد إنه طالب طب وإنه نكون طلاب طب وندرس، هذه ضغط نفسي كبير على الشاب لأنه المواد صعبة كتير وصعب إنه نتخطاها، وبدها دراسة وبدها ضغط نفسي غير الضغط الخارجي، وهذا بيؤدي لمشاكل كتيرة. وبسبب حتى إنه الناس في سوريا يعني مشكلة الإنترنت ما بيقدروا يحضروا حتى الحلقات، فرجاء اللي عنده شغلة مضمونة ومجربة لعلاج الثعلبي يكتب في التعليقات بشكل كتابي اللي الناس يقدروا يقروا إذا ما قدروا يشوفوا الفيديو كامل. العلاجات مدام احنا بنحكي عن شغلات طبيعية وشغلات متوفرة وما بدنا تدفعوا فلوس على المراهم اللي ما بتجيب نتيجة، فخذوا بعين الاعتبار هذه الشغلات العلاجية اللي حسردها بشكل سريع. اول شيء بدنا نبتعد عن استخدام اي صابون واي شامبوهات او اي مراهم مش طبيعية بنجيبها من برا ونوضحها على راسنا وعلى وجهنا وعلى جسمنا لو واحد عنده مرضى الثعلبي او المشاكل المناعية كلها. ثاني شيء بدنا نجيب نباتات من المتوفرة، اولها في نبتة العرع او شجرة العرع، شجرة العرع متوفرة في سوريا. شجرة العرع هي شجرة زي الصرو اللي هو اشجار حرجية دائمة الخضرة، نفس العائلة، بتخرج نباتات صغيرة هيك مع الأوراق، فإحنا بنحضر كمية من أوراق العرعر والغصون تاعتها مع الثمار وبنجهزها وبنحطها في الطنجرة، يعني كبشة هيك وبنحطها في طنجرة كبيرة اللي نسخن عليها المياه. وبنضيف على الموضوع كمان في عنا ورق زيتون موجود ومتوفر، بنجيب كمية من ورق الزيتون الأخضر حفنة زي هيك وبنحطها على الحفنة الأولانية اللي حطناها من أوراق العرعر. وبنجيب كمان حبة ثومة هيك كبيرة وبنقطعها وبنحطها على المياه. وإذا متوفر عشبة الإكليل الجبل، وأكيد متوفرة الإكليل الجبل الروزماري، بنجيب كمان كبشة من إكليل الجبل وبنحطها على المياه. هذه صار عندنا ثلاث كبشات، العرعر، إكليل الجبل والثومة شو كمان بكف ورق الزيتون، وبنغليهم قبل بليلة لمدة 5 دقائق في المياه هذه. وهاي المياه بنبلش نستخدمها في الفترة الصباحية كغسل للوجه، غسل للرأس، لفروة الرأس بشكل جيد. الغسل يعني بناخد من المياه وبنغسل وبنرطب الثعلبة أو المنطقة جلدة الرأس في هذه المياه. هذه المياه فقط اللي بدكم تستخدموها. نظفنا وخلصنا. هلا العرعر نفسه والاوراق ممكن نطحنهم،
ممكن نطحنهم كطحن ناعمة مع زي الطحين، وممكن نطحن كمان عشبة الروزماري إكليل الجبل، وممكن نطحن معها كمان الميرامية أو الشجيري، شجرة الشجيري، نجيب كمية بسيطة ونطحنها. هاي صار في عنا ثلاث مطحونات شغلات بسيطة، وهذه الطحنة بنجيبها بنحطها في مرتبان زي هيك، وبنضيف عليها زيت زيتون، فقط زيت زيتون، وبنجيب ثوم، راس ثوم كبير هيك بنقطعه، ومباشرة بعد عملية التكشير والتقطيع بنحط في الزيوت هذه ثومي ثومي ثومي، فقط راس ثومي بتحطوه في الزيوت، اللي الزيوت العطرية اللي في الثومي والمواد الفعالة هاي والكبريت تضلها محتفظة في خصائصها في داخل الزيوت هذه. ماشي، هلا طريقة الاستخدام للزيت هذا، طبعا بنحطه في الثلاجة وبنبلش نستخدمه من أول يوم. بنجيب من الزيت هذا، ولازم ندهن منطقة فروة الرأس بشكل كامل، كل منطقة الرأس ومنطقة الرقبة ومنطقة الوجه من الأمام لازم تندهن فيها الزيوت هذه ثلاث مرات في اليوم، الفترة الصباحية والفترة بعد الظهر والفترة المسائية. طبعا إذا بدنا نطلع وكذا بنحط الزيوت هذه ربع ساعة، وبعد ما نحطها بنمسحها في البشكير في الفوطة المبللة بالمياه الساخنة. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، المياه هذه اللي جهزناها قبل بيوم بنحط على فوطة أو على قطعة قماش، وبنعمل شغلات مياه ساخنة مع المياه الساخنة، وبنرطب المنطقة بالمياه بالبشكير هذا، يعني بنحط البشكير المبلل أو نخليها يعني بقدر إن نتحمله، وبنلف منطقة الرأس وبنخلي المياه الساخنة على منطقة الرأس بالطريقة هذه لمدة ربع ساعة. هذه العملية لازم تسبق عملية المساج ووضع الزيوت هذه. ماشي، الشغلة الثالثة، مدام شغلة مناعية وشغلة بتعتمد بشكل رئيسي على الضغط النفسي، إذا التفريغ النفسي لازم يكون أساسي في الخطة العلاجية. يعني الشاب هذا ما شاء الله يعني 21 سنة، مش لازم يضله قاعد على الكتاب ويدرس وستريس، لازم يمشي، لازم يتحرك، لازم يركض، لازم يعمل أي رياضة. هذا بيفرغ الضغط النفسي عنده، وبيساعد وبقوي جهاز المناعة إنه يكافح المرض المزمن هذا. ثاني شيء، استخدام كل المشروبات المهدئة، ومن أولها إكليل الجبل، اللافندر اللي هو الخزامي، عشبة إكليل الجبل، عشبة الخزامي، عشبة المليسة، عشبة النعناع، هذه كلها المشروبات الساخنة لازم نشربها يومياً مرتين لثلاثة في اليوم. نحط عليها عسل، لازم تستخدموا العسل وتحطوا عليها ليمون. في هاي الحالة انتوا بتشربوا مشروبات مهدئة، هذا حيساعد على النوم، لأنه النوم أساسي إنه نريح دماغنا. وبالمناسبة لما بنحكي عن النوم نحكي عن قيلولة أثناء اليوم، لازم نعملنا مرة مرتين قيلولة ولو لمدة ربع ساعة. هاي القيلولة بتعيد تنظيم وإعادة ترتيب وراحة للجهاز المناعي بشكل كبير ما تتخيلوا. بس تصحوا من النوم بعد القيلولة رغم إنها ربع ساعة بتحسوا بنشاط وجهد وحالة نفسية جيدة جدا، وإنكم كأنكم بلشتوا يومكم من أول وجديد. هاي خذوها بعين الاعتبار. ثاني شيء، بدنا نشرب شغلات طبعا غير المشروبات الساخنة هذه، ضروري جدا نحافظ على الكولون ونحافظ على الجهاز الهضمي. يعني بدنا ناخذ السموخ هذه بعين الاعتبار في الخطة العلاجية. لما احكي السموخ بحكي عن الصمغ العربي، بسيط ومتوفر وما في اي اعراض جانبية. اذا بنحطه على ملعقة من المطحون تاع الصمغ العربي وبنحطه على كاسة مية وبنحط عليه شوية ليمون وبنشربه، هذه أساسية لتنظيف الكولون وللبيو اللي في الكولون. لبان الذكر، لبان الذكر نفس الشيء، اللي هو سموخ بس أقوى شوية، هذه ممكن نستخدمها كشرب ملعقة ملعقتين في اليوم مع المية. ممكن نستخدم لبان الذكر كمان في وضعها على الزيوت هذه، اللي نعمل زيوت من لبان الذكر، حكينا لكم الوصفات قبل. غير هيك أي شغلة فيها كورتيزون حتساعدنا كتير. يعني في هاي الحالة في عنا الكرنفل متوفر، في عنا الهيل، حبوب الهيل متوفرة، في عنا عرق السوس متوفر،
لبان الذكر حكيناه متوفر. يعني هاي الأربع شغلات كلها مليئة في الكورتيزون، ممكن تنطحن وتنضاف وينضاف لها زيت زيتون، وهاي حصلته على زيت كورتيزون طبيعي من عرق السوس والقرنفل والهيل، شو كمان، ولبان الذكر المطحون بشكل متساوي يعني في الكميات، ومحطوط عليه زيت زيتون أصلي اللي نقدر نمسح فيه وندهن فيه، وممكن ناكلنا مرة مرتين ثلاثة ملعقة ملعقتين ثلاثة منها الزيوت هذه، يا بنحطها على السلطات. الشغلة كمان اللي بدها تساعد الزيوت اللي بتحتوي على الكبريت. الكبريت حكينا لكم كديش مهم في تقوية الجهاز المناعي وإزالة السموم، وهذه سموم قاعدة بتطلع ومش عارفة منين بتطلع، فبتضرب جلدة الراس والشعر. هلا الكبريت ممكن ناخده بشكله الرخيص من عند العطار، البودرة هاي تاعت الكبريت، ونضيف ملعقة مثلا ملعقتين لهالزيوت هذه. نفس الثوم اللي حطناها هذه مليئة في الكبريت، وغير الكبريت الأليسين، فهذه ضد الفطريات ضد البكتيريا ضد الفيروسات. يعني الثوم مع الزيت هذا كبريت طبيعي، وعشان هيك الفرق بالثوم مباشرة على منطقة الثعلبة هذا علاج مجرب بجيب نتيجة مرة مرتين في اليوم بعد عملية الغسل، بنفرك في الثوم بعد فتحها على المنطقة المصابة. البصل له فعالية نفس الثوم بالنسبة للفعالية، يعني البصل ممكن بشكل مباشر، أو اللي ما بده يحطه بشكل مباشر ممكن نحطه مع الزيوت، نخرط البصلة ونحط عليه الزيت مع الثومة، ونستخدم إحنا الزيوت زيت الزيتون. ممكن تستخدموا زيت الزيوت تاني، بس هي أفضل الزيوت وأرخصها وأحسنها وأأمنها للاستخدام على البشرة. تكثير من شرب من أكل الثوم بشكل فريش مع السلطات مرة مرتين في اليوم، البصل مرة مرتين في اليوم، هذه كلها رخيصة كلها متوفرة، يعني أنا ما بحكي أي شيء من برا، هذه شغلات بسيطة لازم تأخذوها في عين الاعتبار، وخصوصا العرار. طبعا هذه المنتجات كلها والأعشاب هذه تستخدم كلها في التجميل وفي مستحضرات التجميل وفي الأدوية، ليش إحنا ما نستخدمها بشكلها الطبيعي؟ ابتعد عن الضغط النفسي ومحاولة ان نريح شوية، اشربوا ليمون كتير، وخذوا بعين الاعتبار اخر شيء منتجات النحل والنحل نفسه، يعني بتروحوا على اي منحلة اي واحد بربي نحل وبتجيبوا من عنده، في عندكم الاكبر النحل او البروبوليس بتجيبوا كمية، هذا رخيص مش غالي كتير، هذا العقبر هيساعد الجهاز المناعي أضعاف إنه يقويه وضد البكتيريا أو ضد الفيروسات. عقبر النحل أو البروباليس خدوه مرتين لثلاث معالق في اليوم، معالق صغيرة، هذا هيساعد كتير للشاب. غير هيك في عندكم خبز النحل كويس كتير، غير هيك في عندكم شو كمان من منتجات النحل، في عنا العقبر، في عنا خبز النحل أو الرحيق تاع النحل، شو كمان ذكرونا. على كل انتوا اكتبوا الوصفات اللي بتعرفوها واللي ساعدتكم، بس هذا كل اللي بقدر اقدمه بشكل سريع لا تخفيف معاناة الناس، وخصوصا الناس اللي مقطوعة فيهم السبل، مقطوعة فيهم الحالة المادية لا عمل العلاجات هذه، بس هي هذه الشغلات ولاحظنا يعني انه ما بدها فلوس انه نروح نشتري ادوية غالية، لانه حتى الادوية الغالية والمقتدرين مش قادرين يعالجوا حالهم بالادوية، فخلينا نركز على الشغلات الطبيعية. وما تنسوا طبعا موضوع الحجامة حتساعد كتير اذا عملت من قبل مختص على منطقة الراس ومنطقة الرقبة. الحجامة انتم ممكن تستعيدوا عنها في البيت في كاسات الهواء، كاسات الهواء بسيطة اي واحد ممكن يستخدمها على منطقة الظهر حوالين العمود الفقري على منطقة الرقبة، فقط عملية تسخين بسيط بالنار للهواء اللي داخل الكأس وازالته والتأكد انه مش حامي، ووضعه على الجلد مباشرة بدون لا تحطوا زيت ولا شيء، وهيك بصير يعمل عملية امتصاص من الداخل للخارج، فبصير زي القلة من الجلد، يعني زي انتفاخ بسيط، هذا تغيير للضغط، هذا حيقوي جهاز المناعة عندكم بشكل كبير وكريات الدم البيضاء.
نتمنى لكم الصحة والعافية وللجميع والأمان وتخفيف من الحالة النفسية، لأنه هذه سبب كل المشاكل المناعية، السبب الرئيسي في المشاكل المناعية. إذا ما شلنا الضغط النفسي بإيش ما يكون مش هنحصل على نتيجة علاجية. دبروا حالكم، امشوا، اتحركوا، اعملوا التمارين، ركزوا لي على واحد عنده مشكلة ثعلبة او مشاكل مناعية لازم كل ساعة تمارين تنفسية، هاي تمارين الاسترخاء يسويها، هاي شغلات بدها همة بس ما بدها مصاري، بدها ناس يقولوا يا الله ويؤمنوا في العلاج. وكملوا على العلاج هذا تقريبا من شهر لشهرين، هتلاحظوا تحسن كبير في الحالات هذه، وبعدها بتقطعوا وبتخففوا، بس ضلكم مركزين على الثوم والبصل هذه في الحياة اليومية لكم، لأنه عن جد هي الخلاص في هاي المواد. تحياتي لكم، شكرا لكم، الدكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل، تحياتي للجميع.